تقع هوكشل في منطقة نائية من هضبة تشينغهاي تيبت، وتتميز هذه المنطقة بوجود مروج لا متناهية تسكنها الضباء التباتية ولا الياك وغيرها من الحيوانات البرية النادرة. وحتى تسعينات القرن العشرين كانت عشرات آلاف الضباء التباتية تقتر برصاص الصيادين كل عام، الأمر الذي صدم الصين بأسرها. منذ ذلك الوقت أصبحت حماية الضباء التباتية حدثا بارزا ليس مسبوقا في تاريخ حماية البيئة في الصين. فهل أضر بناء خط السكك الحديدية تشينغهاي تيبت بالضباء التباتية؟ يعد النظام البيئي في هضبة تشينغهاي تيبت التي تضم منابع الأنهار والطبيعة الإيكولوجية في الشرق وجنوب آسيا نظام هشا جدا ويصعب ترميمه، إذا ما تدمر في حين يطلب بناء السكك الحديدية من غرمو إلى لاسا حفر ما يقرب من 80 مليون متر مكعب من الصخور والتراب وشق حوالي 100,000 كيلومتر من الأنفاق في هضبة تشينغهاي تيبت ذات البيئة الحشاشة والطبيعة الإيكولوجية النادرة. كما يجلب خط السكك الحديدية المزودة بأرقى التقنيات الحديثة سلسلة من المشاكل في حماية البيئة الطبيعية. وأدرك القائمون على مشروع خط تشينغهاي تيبت أنه يتعين أن يجلب هذا الخط التنمية المستدامة لجميع مواطني تيبت من مختلف الأقليات عبر تحقيق جدوى اقتصادية قيمة طويلة الأجل وألا يترافق بناؤه مع تدمير البيئة. وبلغت الاستثمارات في حماية البيئة على طول خط تشينغهاي تيبت أكثر من ملياري يوان صيني، مما جعله أكبر مشروع استثماري تنجزه الحكومة الصينية لحماية البيئة في ذلك الوقت. فاستخدم تصميم المشروع طريقة استبدال الطرق والمسارات بجسور لتجنب تدمير البيئة الطبيعية مثل المروج والأرض الرطبة. كما حددت مواقع مقالع الرمال والمحاجر من خلال مسح متكرر لتفادي المس بالغطاء النباتي. لكن الخط لابد أن يقطع طرق هجرة الحيوانات البرية، ولتخفيف هذه التأثيرات البشرية تضمن تصميم خط تشينغهاي تيبت 33 معبرا طبيعيا مخصصة لهجرة الحيوانات البرية. كما يمر خط تشينغهاي تيبت على بعد 10 أمتار فقط من بحيرة توانار، وهذه البحيرة العذبة الواقعة في الهضبة تعد بحيرة مقدسة بالنسبة إلى أهالي تيبت المحليين، ويتوجه إليها آلاف الأشخاص لأداء طقوس العبادات كل عام التنين وفقا للتقويم التيبتي. وهكذا كانت حماية هذه البحيرة المقدسة بالنسبة إلى مصمم المشروع والعاملين هنا تقرر نجاح المشروع أو فشله. ولذا أحاطوا البحيرة بجدار منخفض من الأكياس البيضاء المنسوجة المليئة بالحصى ليفصل هذا الجدار الذي يمتد إلى أكثر من 20 كيلومترا البحيرة الهادئة ومواقع البناء لمنع تسرب مياه الصرف الصحي والقمامة إليها. وبالإضافة إلى ذلك قام العمال بزراعة أكثر من 50,000 متر مربع من الأعشاب في القفار المحيطة. وهكذا جلبت هذه السكك الحديدية السعادة والحظ الجيد، كما جلبت اللون الأخضر والأمل ليبقى الإنسان والطبيعة على انسجام جيد، ولا يحقق البشر رفاهيتهم وتنميتهم إلا في توائم وتوافق مع الطبيعة. يتداول المسافرون والخدمات اللوجستية والمعلومات ورأس المال من خلال هذا خط السكك الحديدية في هضبة تشينغهاي تيبت دون عوائق، ومن خلال ذلك تتحقق أهلام الناس تدريجيا. تابعوا معنا الحلقة القادمة بعنوان الطريق إلى الأحلام.